المسار هذا كان وراء برشة تعب، برشة تضحيات من البنات، ضحينا الناس كل باش نوصلوا الفرحة هذه ونكونوا لولاني في الكل. كما تعرف انك تعمل اول عام سينيور وتطلع للناسيونال بعد تطمح انك تطلع للليليت مش سهل. برافو للبنات الكل، امكانيات كبيره وكبيره برشا، يمكن حتى ابناء مازالين على خير جاي يتفرجوا فيك وشو علاش في المنتخب. ليه شنو هذا غرام الاول معناها كيفاش كي بدات حياتك مع الهون؟ طبيعة غرام وبرشا خدمة كما قلت لك، حتى شيء ما يجي بالسهل. كظلي ليكيب متاعي اني انا نكون الثقة، نعطيهم الثقة، لازم ننزلهم المورال، لازم نكون في المستوى خطر معاملين العنية ومعامل عليهم، دونك لازم تكون الثقة ذيك تعطيهم. فما اتصالات منتخب تطلوا بيك تبعوك المنتخب الوطني ولا مازال ما وصلك شيء؟ ان شاء الله ربي سهل، فما استاج ان شاء الله ربي معناها للجمعة الجونيور ان شاء الله، هاي كونفوكي مع الجونيور وربي سهل. طبيعة قسم النخبة في الكلوب كما قلت طبلبة، برشا كيبات كبار، برشا كيبات فاجوارات كبار، وإحنا نأمن بقدراتنا كما تشوف معناها عندنا كل دي جون وعندنا قدرات كبيرة ونجموا نطمحوا لبرشا حاجات ونجموا نوصلوا. والله شوف الحمد لله، هو راه نقول لك حتى حاجة ما تجي بالصدفة. عملناه أول عام عملنا فيه انجاجمو سينيور، طلعنا من البي للا، السنة كونفيرمينا من الأ للليليت، دونك حتى مش ما جاتش بالصدفة ولا بالزهر ولا البنايات هذوما جينيراسيون خدمت برشا تعبوا برشا من اللي هما ايكول وصلوا اليوم سينيور، ضحاو دونك اليوم الريزلتات تشوفها الحمد لله يا ربي. معناها فرحنا الجمهور نتاعنا، شفت اليوم الصالة ما شاء الله جمهورنا، فرحنا الرجال اللي وقفت مع الجمعية في الموسم هذايا، وسيتا ميريت يقعد ويرجع للجوارات ويرجع للبنيات والتضحيات اللي عملوهم، وهما راهم في الاخر بكل هما يستحقوا انهم يكونوا في البلاصة هذه. شوف اليوم شربوا ما كبار القوم، نقول واحد العام الجاي في الليليت رانا شربوا ما كبار القوم، شربوا ما نادي الافريقي، شربوا ما جمعيه بولبا وما المكنين، جمعيه كبيره وعريقه وعندها ميزانيات كبيره وكذا. انا المساج اللي ديما غادي للبنات شنو نقول لهم؟ نقول لهم اذا كانت تحب تعمل كارير في الهون، تحب تمشي كيب ناسيونال وتحب الحق توري روحك، راك لازم تلعب في الليليت، فهمت؟ دونك برشا بيبان باش تتحلل البنات هذوما. اليوم الظروف نتاع الجمعيه ناس كل تعرف القاسي والداني يعرف ان احنا ظروفنا وامكانياتنا الماديه محدوده، دونك ان شاء الله السلطات المحليه رئيس بلديه هو مشكور الحقيقه نتاع رب السنه وان نلتجا له الا ويحل مشكلتي ويقف معايا. مطلوب المجلس البلدي باش يشوف لنا حل زيدنا شويه في المنحه. الرجال اعمال ورجال تمز تميم ونساء تمز تميم مطالبين اليوم ان شاء الله باش يقفوا معاهم، باش يقفوا من البنات هذوما. بنات كما تشوفهم الكل مرام كادات وجينيور، تقريبا فيهم واحده ولا زوز عمر سينيور، كلهم زالوا صغار. العام الجاي باش يلقاو رواحهم في الليليت، راهو لازمكم وقفه ونفاند كونت احنا الناس كل نعملوا في هذا الكل باش نشرفوا اسم مدينه مازال تميم. احنا من الاول بالطبيعه معناها حاطينها في مخاخنا، احنا معناها كنا بريسك جوارات صغار، حبينا معناها كان اوبجيكتيف بالنسبه لنا نوصلوا نلعبوا مع ايكيبات كبيره ونوريو رواحنا ونخدموا على رواحنا. الحمد لله يا ربي بشويه بشويه خدمنا وكل شيء جاي بطبيعته، عمرنا ما حطوهالناش اوبجيكتيف مرور العام، اما بشويه بدا يكبر. اي بالطبيعه طموحي وخاصه انه يبدا عبد قريب لك هكا وتشوف كيفاش انه قاعد ينجح، تحب بطبيعه تولي كيفه، تحب بطبيعه تولي الناس تقول لك معناها كيما الناس تحكي حازم باشا، حتى نحب نوري مريم باشا، هو مازال ما وليش راهو مازال شوي شوي. عم جاي في الناسيونال نيفو اخر يظهر لي. ايه نيفو اخر لازم تحضير من نوع اخر وكهو ان شاء الله ربي معانا. والله هو الحمد لله صح حلم تحقق في الجمعيه، هي عمره 10 سنوات اللي تسمى جمعيه فتيه، وضاي الموسم الثاني بالنسبه لفريق الاكابر، لكن استسمى اكابر لكن هم كلهم فتيات صغريات ومستيات. من الاول كي حكيت انا وسي اشرف الجمعيه هدف ضمني كان الصعود، لكن هدف المعلن ما كان الصعود، فهمت؟ بيني وبيني انا وياه عارفين عندنا جمعيه وعندنا بنات قادرين يصعدوا، لكن قلنا ناخذوا بالمرحله بالمرحله. كي ترشحنا المرحله الاولى وكنا في المرتبه الاولى وقتها بدينا نأملوا نقدروا نصعدوا، لكن في البلاي اوف ما قلناش للبنات نلعبوا على الصعود، كنا ناخذوا كل ماتش بماتش، كنا روحنا نربحوا بالماتش 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 بالماتش، وكنا روحنا الاولانيين امنا وكنا نكملوا الاخر. الحمد لله يا رب جه الصعود وحققناه حلمنا وحلم مازال تميم للجمعيه النسائيه بعد عامين، فريق اكابر عمره عامين يعني في الكوره حتى شيء عامين، وجه الحلم وحققناه ان شاء الله. تو القادم اصعب ما تعرف، الصعود سهل لكن البقاء في النخبه كما قلت لك، جمعيات عندها تقاليد وعريقه كما النادي الافريقي وطبلبه والرجيج والمهديه
عندها تاريخ في الناسيونال وفي النخبة. إن شاء الله نكونوا في المستوى، إن شاء الله الناس تقف معانا، خاطر ماديا برك تبش عليك تعبنا ياسر، رئيس جمعية ضحى ياسر، الناس كل ضحينا، والبنات نتاعنا يلعبوا بصفر مني ومية في المية بناتنا وتكوين مسني. إن شاء الله نكونوا في المستوى العام الجاي، وإن شاء الله الحق المطلوب، ونكون في انتظارات الناس كل تعاوننا إن شاء الله العام الجاي نخدموا كالعادة، نقعدوا في بلاصتنا. احنا الأوبجيكتيف نتاعنا ديما قدموا في الخدمة، ما كانش الأوبجيكتيف نتاعنا من الأول أنه النخبة، لقينا رواحنا برمي لي ميور، لقينا رواحنا الأولاني في كلاسمون. إن شاء الله الجاي خير، وإن شاء الله العام الجاي تلقاونا في بلايص ما خير إن شاء الله. صحيح العام الجاي النخبة نيفو آخر وريتم آخر.